الفنانة اللبنانية كارول سماحة نشرت صورة على صفحتها في فيسبوك رسمها ليها واحد من جمهورها وشكرته في تعليقها عليها. كارول كمان طلبت من جمهورها انهم يبعتوا لها رسوماتهم على صفحتها عشان تنشرها. جمهور كارول عجبتهم الرسمة جدا، واحدة فيهم كتبت في التعليق: اللي رسمها فنان محترف بس انت احلى حبيبتي.